الآن نستمع إلى تلاوة القرآنية المباركة يتلوها القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمحكم الدولي في مسابقات القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا صدق الله العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. ما انت رفعته بعد ما اتكلمت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله صلى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. الأخ اللي مدخل دخان الدخان ده هيتعبني حالا. الواد اللي مولع بخور ده تعالى تعالى. وإذ تقول للذي أنعم الله
واتق الله واتق الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك صدق الله العظيم. شكر الله سعيكم عليك يا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الله يصلح حالك. شكرا. واتق الله واتق الله يا روح عليك جميل يا دكتور وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه صدق الله العظيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق واتق الله واتق الله يا
والله مدرسة غالية. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. روح عليك جميل زي ما قال شيخك برضه انت الاول وكلهم وراك. العفو يا سيدي. جميل انت عليك. عليك خليك على الشيخ راغب يا دكتور رحمة الله عليه. والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياء قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له صلى الله عليه وسلم. ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له. الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العظيم. عليك السلام. شكر الله سعيكم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا يا دكتور.
كمل فروة ليه؟ مرنة حبيبي. حاضر حاضر يا دكتور. بس خليك نحيطنا يا باب الله الله عليك. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد صلوا عليه. طيب كمان زيدوا الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه. كمان يا دكتور. حاضر حاضر. حاضر ربنا يا دي. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا رسول الله
مره مع الدكتور ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. حاضر حاضر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام.
يرحمك يا شيخ راغي يا رب رحمة الله عليه يا سيدي. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله اللهم صل عليه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عم وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك.
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. الحاج طه الحاج طه ربنا يرحمه يا رب ويرحمنا جميعا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون والمحكم الدولي في المسابقات العالمية لحفظ القرآن الكريم. وقد جاء الجميع في ليلة تكريم الراحل الحاج إبراهيم عبد الباري والد الأستاذ ياسر عبد الباري والأستاذ محمد عبد الباري، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، كما أتقدم بخالص العزاء للأخ الفاضل الأستاذ أنور يحيى في وفاة الراحل الحاج إبراهيم عبد الباري.